بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. سنتناول بإذن الله موضوع توازي الداخلي لأسلاك لف المحركات الكهربائية، وسيشمل هذا الموضوع بإذن الله كل من التعريف الخاص بالتوازي الداخلي وجميع ما يتعلق به من ملحوظات، وجدول تحويل بين قطر السلك ومساحة مقطع السلك الكلية، وطريقة التحويل بين مساحة المقطع والقطر والعكس. ننتقل إلى شرح معنى التوازي الداخلي لأسلاك لف المحركات الكهربائية. طبعا احنا هنبدأ السلسلة إن شاء الله التوازي الداخلي والتوازي الخارجي للف المحركات الكهربائية، ونشرح المحركات أكثر من محرك توازي داخلي وتوازي خارجي في السلسلة القادمة بإذن الله. أولا، ماذا يعني التوازي الداخلي للأسلاك داخل المحرك؟ هنا كما نعلم أن المحرك كل ما كان المحرك أكبر هيكون مساحة مقطع السلك أكبر، فهنا عندما يكون مساحة قطر السلك يكون قطر السلك كبير يمكن استبداله بعدد من الأسلاك. يعني هنا لو قطر السلك معايا رقم كبير هنستبدل بأكثر من سلك، ممكن 2 سلكة أو 3 سلكة أو 4 سلكة، كل ليهم يكون مساوي مجموع مساحة المقطع لهذه الأسلاك مع مساحة مقطع السلك الأصلي. يعني هنا القاعدة الأساسية أن لابد أن تكون مساحة مجموع مساحة المقطع اللي أنا هستبدل مثلا 3 أسلاك أو 4 أسلاك، أن يكون مجموع مساحة المقطع الكلية لهذه الأسلاك مساوي لمجموع مساحة مقطع السلك الأصلي. هنا بتعامل بمساحة مقطع وليس بالقطر. هنا الملحوظات الأساسية على التوازي الداخلي. طبعا احنا خدنا كده سبب استخدام التوازي الداخلي. التوازي الداخلي بيستخدم عندما يكون قطر السلك أكبر، فطبعا هنا مش هيخش معايا في المجرى فهنستبدل بعدد أسلاك أخرى، أو ممكن عدم توفر السلك. يعني عندي ممكن يكون السلك غير متوفر لهلف بيه فهستبدله بكذا مقطع سلك بحيث ان يكون متوفر معايا في شغلي. هنا عند او الملحوظه الاولى، عند التحويل اي عدد من الاسلاك او الارجاع الى السلك الاصلي يتم التعامل مع السلك من حيث مساحه المقطع. يعني كده انا هتعامل مع السلك حضرتك من حيث مساحه المقطع وليس القطر. ليه؟ لان عندي قطر السلك مثلا على افتراض ان قطر السلك 10 دوزين، هذا لا يعني انه يساوي سلكين 5 دوزين. يعني السلك 10 دوزين لا يعني انه يساوي سلكين 5 دوزين كما سوف نرى في الشرح القادم باذن الله في هذا الفيديو. الملحوظه الثانيه والمهمه انه لا يتغير طريقه التوصيل. يبقى هنا التوازي الداخلي لا يغير طريقه التوصيل، ولكن نجد ان كل مجموعه بدل من خروج سلك واحد هيكون اكثر من سلك. الملحوظه الثالثه، لاحظ هنا عندي ان الملحوظه دي هتكون عند توفير السلك. انا هفور محرك ملفوف وهقوم بتوفيره. ان عدد اللفات الاساسي هيساوي عدد اللفات داخل المجرى عند التفوير مقسوم على عدد الاسلاك. بمعنى اذا وجدت ان عدد اللفات داخل المجرى بعد تفوير المحرك 150 لفة كافتراض داخل المجرى، وعدد اسلاك التوازي الداخلي 3، اذا عدد اللفات الاصلية هيساوي 50 لفة، لان هنقوم بقسم عدد اللفات داخل المجرى على 50 لفة. الملحوظة الثانية الرابعة وهي ايضا عند التفوير، عند قياس اقطار الاسلاك لابد من قياس قطر كل سلك على حده. يعني انا مثلا عندي محرك فيه 3 اسلاك توازي داخلي، لابد ان اقيس كل سلكه قطر كل سلكه طبعا خارج العازل بعد ما اشيل منها العازل. ليه؟ لان انا ممكن يكون الشخص او الماتور ملفوف باكثر من سلكه لكن غير متساويه في القطر، لكن متساويين في النهايه كما سبق الذكر، لابد ان يتساووا في مساحه المقطع للسلك الاصلي. طبعا هنا هنشرح في المرحلة التالية ان انا هاخد مثال لمحرك. هنا عندي جدول مقابل مساحة المقطع السلك بالقطر، طبعا انا هضيفها لك في نهاية الفيديو لو عايز تاخد دي سكرين بشكل مكبر. هنا موازية القطر وما يقابله من مساحة مقطع. يعني مثلا احنا لو قلنا هنا الارقام دي بالدوزايم، يعني مثلا 10 دي 1 من 10 دي هكون 1 دوزايم، تمام حضرتك. لو جينا هنا ل 45 دي معناها 4.5 دوزايم، تمام.
لو قلنا هنا مساحة السبعة دوزايم هيجيب لها 384 من 1000، تمام؟ طب لو قلنا مثال هنا، طبعا هنا الملحوظة الأساسية لتحويل من السلك المفرد إلى أي عدد سلك لابد أن يتساوي مجموع مساحة المقطع الكلي للسلك المفرد أو السلك الأصلي. هندي مثال، مثلا سلك قطره 1.7 دوزايم، تمام؟ لو هنا بصينا في الجدول 1.7 هنا الدوزايم هنا في المقطع 1.7 دوزايم هيقابل مساحة مقطع سلك 2، تمام؟ 2229 من 1000 ملي متر مربع، ملي متر مربع اللي هي مساحة المقطع بالملي متر مربع، تمام حضرتك؟ لو انا عايز احولها الى 6 اسلاك، طبعا هنا انا هطبق المثال على عدد اسلاك مختلفة من حيث المساحة، او المقطع. ليه؟ عشان خاطر حضرتك لما تيجي تقيس موتور عند التفويل لابد ان تقيس كل سلك على حدة. لو انا هقسم، طبعا انا هحاسبها، طبعا لاحظ كده انا هحول لاربع سلكة 7 دوزاين واتنين سلكة 6.5 دوزاين، تمام؟ هيدوني نفس مساحة المقطع الكلية اللي هي 2229 من 1000 اللي هو الرقم مساحة المقطع الكلية. طب هنا هنوضحها وانت تحسبها عندك على الحاسبة. هنحط 4 مساحات مقطع اللي هي للـ7 دوزايم، 7 دوزايم هنا 384 من 1، 1 2 3 4 اجمعهم مع بعض واجمع معهم 2 سلك 6.5 دوزايم مساحة، 6 دوزايم، ركز معايا 6 دوزايم اهي، ادي 6 دوزايم هعمل لك عليها علامة، تمام؟ هنا عند الـ7 دوزايم ادي اهو، تمام؟ 384 خدنا 4، تمام؟ 1 2 3 4، وعند الـ6.5 دوزايم 331 من 1000، تمام حضرتك؟ اهي، وهناخد منها فردتين سلكين هيبقى مجموعهم 2198 من 1000 ملي متر مربع، بالتقريب هيكون نفس مساحة مقطع السلك مقاربة ليه. هنا برضك احنا خدنا بالتقريب عشان نوضح لك ان في لو فرق معاك اقل من النص دوزايم مش هيفرق كتير، تمام؟ يعني هنصل هنا 22 دوزايم 9 من 10، هنا 9.2 19% في المساحة، فمش هيفرق كتير، هتكون النتيجة مقاربة لـ1.7. طبعا انا هحسب لك برضك حسابيا التحويل بين المساحة والمقطع بالقانون في الفيديو التالي، في الفيديو في نفس الفيديو بعد هذه المرحلة. طبعا هنا في جدول المساحة انا هسيبها لك، هكبرها لك في نهاية الفيديو بس لو عايز تاخد لي سكرين شوت. هننتقل الى اخر مرحلة من هذه الفيديو، طبعا جدول القطر، ملحوظة مهمة، جدول القطر بعد ازالة العازل، لان انا كده السلك لما اجي اقيسه احرقه او اشيل مادة العازل واقيس السلك هيديني القطر حسب الجدول، تمام؟ عملية التحويل بين مساحة المقطع والقطر والعكس، والتحويل من القطر الى المقطع. طبعا هنا هنذكر القوانين لتحويل من مساحة المقطع الى القطر بالدوزايم، تمام؟ بالدوزايم هيكون القانون كالاتي: القطر هيساوي 2 في مساحة المقطع، مساحة مقطع السلك على 3.14 من 100، ده رقم ثابت، تمام؟ والكل أس نص، أو بمعنى أصح يعني 2 في الجذر التربيعي. طبعا احنا بنقول أس نص يعني كده احنا عملنا لها جذر، يبقى جذر مساحة المقطع على 3.14 من 100. لو أنا هكتب على الآلة الحاسبة للتسهيل هفتح قوس وأكتب مساحة المقطع على 3.14 من 100 وأقفل القوس وأديه أرفع لنص، يعني كده أعطيت الجذر، وأروح ضربه في 2 بالترتيب، يبقى هاخد كده من هنا، هاخد المربع ده وبعد كده هضربه في 2 هيديني قطر السلك. طب بالنسبة للتحويل من القطر إلى المساحة، عكس من قطر المساحة، مساحة المقطع تساوي 3.14 من 100، هي بمعنى صح اللي اتضرب للجسم هيتضرب واللي اتضرب هيتجسم، بس احنا هنقول القانون 3.14 من 100 في، هنفتح قوس
قطر السلك، قطر السلك في 2 أس 2، يعني هنعمل له تربيع، يبقى تربيع قطر السلك في 2 في 3.14 من 100. لو استخدم آلة حاسبة افتح قوس واكتب القطر واضربه في 2 واقفل القوس وارفعه لأس 2، يعني كده هدي تربيع في 3.14 من 100، هديني مساحة مقطع السلك. طب هندي مثال توضيحي، حول من مساحة مقطع سلك 1 و 431 من 1000 إلى قطر سلك والعكس. يعني احنا لو حسبناها كده، احنا بنقول كده لو بنقراها كده بالدوزايم هنقوله 14 دوزايم و3 من 10، يعني 14 دوزايم ونص. تمام حضراتكم بالتقريب هنقول هنا اذا القطر هيساوي 2، هنفتح قوس 1 واللي هي مساحة مقطع السلك 1 و 431 من 1000 على 3.14 من 100، ارفعها على الجذر، فارفعها للنص، لأس نص يعني الجذر التربيعي لها، هتديني 1.35 من 100 قطر السلك. معذرة هنا كنت بتكلم عن المساحة. تمام، يبقى هنا قطر السلك 13 دوزايم ونصف لمساحة مقطع سلك 1 و 431 ملي متر مربع. تمام، طب عايز ارجع الواحد واللي هي 13.5 دوزايم اللي هي 1.35 من 100 إلى مساحة المقطع، للتحويل مساحة المقطع تساوي 3.14 من 100 في نفتح قوس المربع، أو بمعنى صح مربع مساحة مربع القطر في 2 اللي هي 1.35 من 100 في 2 أس 2، يبقى كده مربعهم لو حسبناهم بالآلة الحاسبة هيديني 1.431 ألف، هي نفس مساحة مقطع السلك اللي حولنا منها. هنا ده انا ذكرت القوانين، لكن انت حضرتك لو عايز تستخدم الجدول هتستخدم الجدول وهيريحك كده، انت هتجرب كده ايه، هتجرب معاك عدد الاسلاك اللي انت عايز تحسبها. هنا كده الجدول الخاص بمساحة قطر السلك ومساحة المقطع وقطر السلك والتحويل بينهما، وانا سبتها لك كده في نهاية الفيديو لو عايز تاخد سكرين شوت ليه بحيث يكون عندك مرجع. طبعا كده احنا اللي استفدناه من هذا الموضوع ان توازي الاسلاك الداخلي لا يغير في التوصيل، ولكن لابد ان تكون مساوية مساحة مقطع السلك الكلية لهذه الاسلاك مع مساحة مقطع السلك الاساسي، واكون هنا كده السلسلة بداية السلسلة للتوازي الداخلي والخارجي. وهذا الفيديو مهم لبناية الفيديوهات القادمة لشرح التوازي الخارجي للمحركات الكهربائية. طبعا كده هنا الجدول انت كده بتقسم السلك حسب ما انت عايز، يعني احنا لو قلنا هنا سلك 1 اللي هو كده 10 دوزايم، الواحد الصحيح تساوي 10 دوزايم، هي قابلة 785. انت كده هتشوف السلك عندك، هتقسم المساحة المقطع السلكية دي على عدد الاسلاك اللي كنت مثلا هتاخد على افتراض سلكين 6.5 دوزايم. تمام، هتجمع ارقام، لابد ان تكون مساحة مقطع السلك مساوية لنفس مساحة مقطع السلك الاساسي اللي هقوم بتوصيله. يبقى كده حضرتك هتقوم بتوازي حسب ما انت عايز، حسب تواجد السلك في عندك في الورشة، او هنا هتقسم المحرك توازي داخلي لصعوبة دخول السلك المقطع الاساسي الكبير. اذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. اخوكم ابراهيم عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.